مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل إلى الأستوديو التحليلي مرة أخرى. الجزائر إذن المنتخب الأولمبي لأقل من 23 سنة يفشل أو يخفق، خلينا نقول يخفق فقط في التتويج بكأس أمم إفريقيا، ولكنه كان قد حقق الأهم بالوصول إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد الخسارة إذن في المباراة النهائية التي جرت منذ قليل، انتهت طبعا أمام منتخب نيجيريا بهدفين دون هدفين لهدف واحد. الهدف الأول إيتوبو في الدقيقة 13، مشاهدينا أذكركم بمن سجل، عدل أودو دوا نعم سيغون توبي في الدقيقة 30 ضد مرماه بالنسبة للمنتخب الجزائري، وأضاف إيتوبو هدفا ثانيا في الدقيقة 40. المنعرج مرة أخرى فرحات ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 68. محمد قسعيد أجدد بك التحية، محمد خزروني مرحبا مجددا، ونسيم أسرير الحارس الدولي السابق مساء الخير مجددا. إذا محمد قبل ما ندخل ربما في التفاصيل عن الشوطين، هل ضيعنا المباراة؟ هل كان منتخب النيجيري أقوى أم كنا نحن أقل منه مستوى؟ لا ما كانش أقوى منا خاصة في الشوط الثاني. على كل حال اليوم انت قلت إخفاق في نيل الكاس، أنا أقول بحد ذاته هذا إنجاز حقيقي. طبعا أنا لا أسميه فشلا، أسميه فشل. ربما إخفاق في التتويج، لأنه التتويج. من ينهزم يخفق. نعم هو في حد ذاته إنجاز تقريبا صحيح. منذ 36 سنة ما شاركناش. طبعا اللاعبين مشكورين. لو نتكلموا على المقابلة يعني حكيم، نقول المنتخب ذو وجهين، وجه في الشوط الأول ووجه في الشوط الثاني. قلنا في بداية الحصة يعني عامل المفاجأة غير موجود، لأن نتعرفوا الاثنين لعبنا في دور المجموعة، الأوراق مكشوفة على الجانبين، ما مكشوفة المقابلات لعبت في جزئيات صحيح. خاصة في الشوط الأول وين شفنا ضربة جزاء، يعني أخطاء ابتدائية محمد. ضربة جزاء هدف. ما رأيك أن أبدأ من البداية من التشكيلة التي أقحمها المدرب شورمان؟ لم تكن فيها تغييرات باستثناء دارفلو الذي كان احتياطيا، كان مصاب، يبدو كان مصاب، ما يقدرش يتحمل لعب المقابله. نعم وبالتالي اعاد اللعب مقران، اعاد الى منصبه. هو يعني حتى مقران يعني كان يلعب كان نفس المردود كان صحيح. اساسي نقول هذا الشوط الاول المقابله في حد ذاتها شفنا منتخب ذو وجهين. الشوط الاول وين المنتخب الجزائري كان قبل الضغط على المنتخب النيجيري، وقلنا ما لازمش نتعامل معهم بالقوة لأنهم عندهم بنية مورفولوجية قوية ولا لعبوا بالذكاء، ولكن ما لعبناش هذا الشيء، درنا أخطاء ابتدائية خلصناها كاش في الشوط الأول. محمد خزروني قبل ما ربما ندخل ما بعد هذا الوصول إلى المباراة النهائية، خلينا نبقى في التفاصيل فقط. ما دخلناش مليح في المباراة، المنتخب النيجيري كان أفضل على الأقل في بداية المباراة، ما سمح له أنه يعطي قوة لنفسه. أنا في الحق ننجم نقول لك على الشوط الأول هو المنتخب الجزائري ما دخلش 100%، كان ما نجمش نقول لك لا كان خايف ولا كان يراقب في المنتخب النيجيري. ما شفناش حاجات كبيرة في الشوط الاول، باسكو كانت مام الصفوف كانت لا ديفونس بعيده على الوسط الميدان، وحتى وسط الميدان كان بعيد بزاف على الهجوم، حتى لي كونتر اتاك اللي درناهم ما كانوش رابيد. صدر الشوط الاول ما شفنا حتى حاجه، شفنا الشوط النيجيريا، مام نيجيريا ما كانش اخطر، صدر ما كانش منتخب اللي نقولوا ضغط على المنتخب الجزائري ودار اللعب ودار كذا، ولكن في الشوط الثاني شفنا اللمسه تاع المدرب. انا واحد من الناس شفت باللي فيه تغيير عن ما دخل المنتخب الجزائري في الشوط الثاني، راح لعب قبل ذلك نسيم أسرير منذ الدقيقه 12 طبعا بالضغط للمنتخب النيجيري كلل بضربه جزاء بعد عقله عبد اللاوي لاعب الحصان إيتوبو، وشفت ضربه جزاء تبان منطقيه، ضربه جزاء منطقيه لان اللاعب كان في وسط اللاعبين وكان ربما احتكاك زي ضرب الكرة. الحاكم يعني الوضعية تاعو كانت تسمح له باش يشاهد اللقطة. أنا نقول لك باش نعود للشوط الأول، يعني ربما كان نوعا ما كانش تركيز يعني قوي في بداية الشوط الأول، ربما خلى اللاعبين يدخلوا شوية بثقة زايدة
اللي خلاتنا هذيك الثقه ان نرتكبوا اخطاء اللي سجلوا علينا الهدف. لازم تشوفها ثقه زايده ولا خوف؟ لا مش خوف، لان كما قال لك تفضل الشيخ محمد ان الفريقين سبق لهم ان يعني تنافسوا ولعبوا، ويعني الفريق الوطني تاعنا ما كانش عنده خوف من الفريق النيجيري. نقصد باللي يعني ربما الهدف اللي وصلنا له كان خلى اللاعبين باش يدخلوا بسهوله في الشوط الاول، ويعني في الشوط الثاني كان الوجه مغاير، كان تركيز، كانت لمسة تاع المدرب شورمان اللي خلت اللاعبين يدخلوا بقوة بتركيز عالي وثقة في النفس. ومن خلال هذاك اللعب يعني كانوا عندنا فرص كثيرة وكنا قادرين باش نعدل النتيجة. طبعا محمد، ربما الثقة في النفس قبل ذلك اللاعب إيتوبو بيتر أوغنيكار كان هدافا لهذه الدورة، هو ما سجل هذا الهدف، وهدف الدورة بأربعة أهداف كلها من ركلات جزاء بالنسبة لهذا اللاعب. من خلال الثقة الزايدة ربما نستشفها في اللاعب فرحات اللي كانت عنده ربما زيادة لا في اللاعب. شوف تكلمت على المهاجم هذاك يعني هدف الدورة، هدف الدورة النحي وضربات الجزاء ما نتكلموش عليهم، ولكن لعب قوي حكي. صحيح. لعب بطراز عالي. صحيح. نتكلم على فرحات ربما زاد الكثير في بعض الأحيان، مقابلة على مستوى كما هذا عالي لازم اللعب يكون جماعي، خاصة مع الأرضية سيئة جدا محمد. أرضية سيئة، ولكن ما يعنيش باش نقدروا نلعبوا اللعب ديالنا. لو تكلموا على، قلت لك داروا أخطاء ابتدائية حكيم وما استعملناش الذكاء. نسيم تكلم على ضربة جزاء اللي هي كنا قادرين نتفادوها حكيم. تعرف اللي لما المهاجم يدخل داخل 18 متر ممنوع تمسه حكيم، خاصة أنه جامل بعيد، جامل مسافة طويلة، كنت قادر تدير خطأ فني من البعيد. صح، ممنوع تمس اللاعب داخل 18 متر. ناسين يعرفها، محمد يعرفها، وممنوع الطاكلي داخل 18 متر حكيم. يعني كنا قادرين نتفادوا الزوج أهداف يسجل علينا في الشوط الثاني. خطأ كان لازم يديروا خارج منطقة 18، ما نديرش الخطأ حكيم، نجري معاه مع المهاجم، نجري معه ونوير. لا في أمور يكون في أمور حكيم، ملعب ما هوش مليح تقدر الكرة تروح له. ينجم يجيني يعني ينجم التدخل تاع، اسمح لي اخويا محمد، التدخل ما يكونش بالطريقه هذيك، باسكو بالك دوك لي زاربيت يعطوا لافونتاج لاتاكون. فهمت كيفاش؟ دوك اوتوماتيكمون كان يلفالي يجينيه شويه برك. هذه هي في اللقطه يعني اللي كان فيها ضربه الجزاء، كان المدافع. ومن بعد الهدف الثاني كانت فيه حتى شت غلطه. قبل الهدف الثاني محمد خزروني كانت فيه الهدف تعديل النتيجه في الدقيقه 30 من المنتخب الوطني، اللاعب أودودوا سيغون توبي اللي مركلة ضد مرمى كانت تعطانا ربما فرصة ودم جديد للمنتخب. لا ايوا عليها، وزدنا رطينا دو بيوت فما هي في ثاني تاع الجوار اللي راح الكوتي غوش جان هذاك مزيان أمقران اللي كان زاد شوية. لو كان في هذيك الدقيقة كان كي دخلوا بينيتراسيون وزع في الدقيقة اللي كان لازم، كان فما فرحات أو كان فرحات. حتى لافون سونتر مزيان هذاك. طبعا تعديل النتيجة كان في الدقيقة 30. نسيم قبل اللعب لما ولا أي منتخب لما يتلقى هدف ثاني قبل نهاية المرحلة تكون صعب، صح؟ تكون صعب يعني كي تكون في الدقائق الحساسة يعني في نهاية الشوط الأول يعني تكون صعبة. حتى ولو يعني عدلنا النتيجة يعني في الشوط الثاني راح تكون يعني الشوط الثاني راح يكون بوجه آخر. يعني أهداف كما تتلقاها في الدقائق الأخيرة صعبة يعني شوي. طبعا إيتوبو هو من سجل الهدف الثاني دقيقة 40. محمد الروح ربما ضربة الجزاء، هل كانت منعرج بالنسبة للمنتخب الوطني ضربة جزاء دقيقة 67 ضيعها دقيقة 68 في وقت حاسم؟ صح بالطبع، خاصة لما شفنا المنتخب الجزائري. نولي لك الوجه الثاني تاع المنتخب الجزائري اللي هو في الشوط الثاني، وشفنا كرة جزائرية يعني استحواذ على الكرة. الشوط الثاني افضل؟ لا محمد، كان افضل بالنسبة للمنتخب الجزائري. إيه استحواذ على الكرة ولو ما كانوش عندنا فرص يعني سامحة للتسجيل، ولكن خلقنا فرصة ضربة الجزاء. نظن هذاك هو المنعرج وين أخطأ فرحات لما قدم حب. لماذا؟ هو قلت عنده كان يلعب على
على الهدافين. هداف هداف حبي يقول لي هداف للبطولة. والحارس تعرف أنت يا ربما نسيم يعرف باللي الحارس عنده أكبر حدود باش يحكم ضربة جزاء. نسيم في ركلة الجزاء وش تقول؟ يعني سددها في المكان بقوة، لا الحارس كان أفضل. لا هو سددها ما سددهاش بقوة، ولكن الحارس يعني راح في الاتجاه اللي يعني كانت الحالات أغلب الحراس خمسين يأخذوا جهة، ياخذ الحارس ياخذ جهه اللي ستانشوا. هذا ستانشوا ما كاش حارس ربما يخير يشوف الكره ما عندكش الوقت لان المرمى كبير 700 متر ما عندكش الوقت باش باش تروح في الاتجاه اللي سدد فيه اللاعب. ولكن كاين حراس اللي يعني عندهم هذيك يحس اللاعب وراح يسدد، عندهم يعني يروح في الاتجاه حتى يشوف اللاعب وين راح يسدد باش يروح في الاتجاه. حتى الحارس تاع نيجيريا كان كونسونتري مليح مع اللاعب فرحات ورغم مليح محمد نكمل لك. يعني رغم اخفقنا في ايمانويل دانيال في تنفيذ ضربه الجزاء خلقنا فرص اخرى بعد ضربه الجزاء وين كنا قادرين نوليو في النتيجه. ولكن نقول حكيم نولي الكلام كنت تحب هذه يعني نقولوا نقص التجربه وهذه راح تفيدهم في المستقبل. اخيرا اعترف محمد خاسي السائل. لو نقول لك محمد خزوني الامور اللي صنعت الفارق اليوم في مباراه اليوم بين الجزائر ونيجيريا. قبل المباراه في الاستوديو التحليلي الاول كنا نقولوا ربما جزئيات تلعب هذه المباراه. الامور اللي صنعت الفارق اليوم استثناء الخبره اللي اعترف بها محمد قسائي. لا انا ما شفت باللي الشوط الثاني كان المنتخب الجزائري لو كان عرفوا كيفاش يسيروا المقابله كان شويه تسرع شويه وسورتو دوزيام ميتون كي صابوا روحهم في اللعب ولا كاين شويه تسرع ولات الناس تحب هي تسجل تحب هي توازي. هذه هي اللي مازالت تدخل في الخبره. حتى لو كان حطينا الكره باسكو المنتخب نيجيريا منتخب عنده الفيزيك عنده القوي ما نجموش نلعبوا له لي بال في السماء. لازم نلعبوا له الفوتبال الجزائري تاعنا تاع اللي ندخلوا به 18 مات وندخلوا به. فيما يخص ضربه الجزاء تاع فرحات هذا سي تان شوا سيرت لو جوور اي ان بو اكسيتي بارابور واحد اخرين ولكن لو كانت ماركه الهدف تاع فرحات كان يكون فيه تكون فيه نتيجه مليحه للفريق. ما على باليش اذا كان معنا مصطفى الزملاء على المباشر حتى نعرفوا ربما راي الجمهور. نعم معنا على المباشر. مساء الخير فاروق. معنا فاروق خليف. مساء الخير. ماذا عندك بالنسبه للجماهير رايهم في المنتخب؟ تفضل تفضل تفضل. إذن زميلي حكيم دائما مع أنصار المنتخب الوطني الذين تابعوا هذه المباراة على الأعصاب ولو أن الجميع خرج سعيدا هنا لأن طبعا. الأهم تحقق وهو التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. سنبدأ مع هؤلاء طبعا. الأنصار العاشقين للمنتخب الوطني أقل من 23 سنة أو الأكابر. المنتخب الوطني نقدر نقول حقق الأهم ولو أنه كنا ننتظر أنه يزيد يختمها بكأس إفريقية. على كل حال فرصة كما هذه ما تتعودش كما يقول لك الشباب هذوما ما كناش متوقعين يلحقوا النهائي. وعلى كل حال كاع الشعب الجزائري تفاجأ بالمنتخب هذا صغير وكاع يلعب في البطولة الوطنية وفاجأنا. ولكن من سوء الحظ المنتخب الجزائري العامل الأول كان هو الميدان. احنا المنتخب الجزائري ما نقولكش على كل حال كذلك نيجيري يلعب في هذا الميدان كما نقول لك مبعثر كثير. ولكن احنا المنتخب الجزائري يلعب كره لما يكون خاصه ما نقولكش احنا نفوزوا ولكن يلعب صح كره لما يكون الارضيه الميدان تكون ارضيه صالحه للعب. نخرجوا من المباراه هذا الشبان اللي كنا نشوفوا فيهم هل ترى بانه هذا هما مستقبل المنتخب الجزائر اللي راح يحققون كاس امم افريقيا لانهم تحكوا اليوم وعرفوا ما معنى افريقيا؟ اي كاس افريقيا تقصد اكابر؟ الاكابر نعم. هي كل حال كما يقولوا يندمجوا كما يقولوا بالقليل حاجه قليله بشويه فهمت كيف يلعبوا مع الاكابر ولا ممكن بيان سوري يعني بعد ربع سنوات ايه دوكا كما نقول لك عندهم ليكسبيريونس بداو ياخذوا ليكسبيريونس انهم لعبوا ديجا امام دوك وصيف بطل افريقيا ممكن عندهم تجربه يلعبوا مع الاكابر يندمجوا والمدرب غوركي في نجم يسيهم علاش ما كاش يعطي لهم الحظ. ما تنجمش تعرف الانسان لما يلعب مع المنتخب الاصغر الاولمبي على كل حال اقل من 23 سنه ينجم يلعب
اما شفنا ابطال افريقيا من خرجوا كاع من الاصاغر مين ما تنجمش كما نقول لك بطل يخرج بلا ما يلعب في فرق صغيره فهم نشوفوا الاخ وشكرا صح شكرا تعيش وش قلنا اليوم على المباراه مباراه شابه ودرنا اللي علينا ربحنا ايكيب درنا فريق وان شاء الله يكونوا في الأ يعني تشوف لازم منحوا لهم الثقه هاد ليكيب هادي هي اللي خليوها تروح لريو دي جانيرو هذه دول اي في ريو دي جانيرو ولكن نتحدثوا على المسابقات الافريقيه القادمه كاس امم افريقيا القادمه ان شاء الله يكونوا هادو ان شاء الله يكونوا هادو هم واجدين وكلش يعني مع الخبره تاع بعض اللاعبين المغتربين نقدروا نفوزوا بكاس امم افريقيا ان شاء الله علاش لا نقدروا نفوزوا بها بهذا الفريق والرساله اللي تقولها المسؤولين اليوم نقول لهم خلوه يخدم وخلوهم يكملوا وراهم الحمد لله فرحونا كل اللي ما خسرناش اليوم ربحنا مرسي الله خويا حسام واش تقولنا اليوم على المباراه كنت تستنى في الهزيمه هذه بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما كناش نستناو في الهزيمه هذه ما سوء حظ اللاعبين تما كما يقول لك التيران كان ماشي من جهتنا وكما يقول لك ان شاء الله يخلونا هاد اللاعبين اللي يزيدوا يحقونا ارباح اخرى ان شاء الله يعني تشوف باللي الفريق هذا لازم نمنحوا له الثقه ويعني ونخلوه منسجم حتى يصبح يعني فريق منتخب كامل ويقدر يحقق شيء في فريقه يا اخي انا كما يقول لك انا واحد من الناس نعطي لهم 10 على 10 كانوا لاعبين كانوا متفاهمين واحد ما يحسد واحد غلطه دارها ما نلوموش اعطى لهم الهدف الثاني كان لك ليش عطى لهم الهدف الثاني ما نلوموش اي لاعب يغلط هذيك الغلطه ونتحيوهم ونحييهم وان شاء الله يحقون النتيجه في ريو دي جانيرو ان شاء الله شكرا لك نشوفوا مناصرين اخرين المنتخب الوطني تفضل الاخ كريم واش تقولنا اليوم عن المباراه مباراه طيبه ارضيه الميدان غير صالحه الجوار هذوما اليوم خدمه شويه معايا شنو هو الفريق الوطني باه يلقى بلاصه في الفريق الوطني الغاليه يعني تشوف باللي صعيب انه هذا اللاعبين يكونوا في المنتخب الاول صعيب باسكو عندنا نجوم في الفريق الوطني الاول عندني البلاصه غاليه تما ياسر ثم لها خدمه بزاف ونطلب منها ما دوما حضروا رواحهم ريو دي جانيرو ويشرفوا العلم الوطني السلام عليكم سلام شكرا لك إذا حكيم كان هذا أو كانت هذه أصداء أنصار المنتخب الوطني بعد المباراة هذه النهائية الجميع سعيد بتحقيق الأهم وهو التأهل والجميع يطالب بمنح الثقة لهذا المنتخب في السنوات القليلة المقبلة شكرا جزيلا لك فاروق جبت لنا حتى من مدرس قال لك نعطي لهم 10 على 10 شكرا جزيلا اهم اسمع على محمد قسعيد من خلال تصريحات عد العينات هذه من الانصار كثير تحدث مزنا تحطوا على الارضيه وكانه نيجيريا لعبت في ارضيه اخرى لا لا ما يهمش كثير لا احنا لعبنا في الارضيه هذه لعبنا فيها ضد جنوب افريقيا وفزنا ب 2-0 صح ما ماهوش مشكل ماهوش مبرر صح ماهوش مبرر باش نتكلموا عليها ولكن نشوف التصريحات يعني الشعب الجزائري يتكلموا بالعاطفه اليوم يقول لك هذا المنتخب لابد كله يلتحق بالمنتخب الف كاين مراحل في مشوار لعب كره القدم كاين مراحل الحكيم اليوم راك قطعت المرحله الاولى مازال مراحل اخرى تعبرها اليوم عده ناس كلموني في برا في الزنقه يقول لك هذا الفريق لازم نحطوه يلعب هو تصفيات كاس العالم يعني من الصعب اليوم نقول عندنا بعض اللاعبين ندخلهم تدريجيا ما رايك ان نؤجل الحديث على ربما مرحله ما بعد التاهل الى اولمبياد ريو دي جانيرو وايضا بعد هذه المباراه حتى نتحدث ربما عن الفرق بيننا وبين منتخب نيجيريا هذا اليوم منتخب النيجيريا هذا اللي
في كل أصنافه يحقق نتائج إيجابية. محمد خزروني قبل شهر منتخب الناشئين توج بكأس العالم بعد فوزه على منتخب مالي، يعني كيف استراتيجية بالنسبة لهذا المنتخب، بدليل أنه حتى المدرب اللي يقوده مدرب قاد المنتخب المنتخب النيجيري من قبل، اللي طبعا اللي هو سامسون سياسة قادوا راح المنتخب الأول في 2010 عاود رجع، يعني فيه سياسة متبعة من طرف الاتحاد النيجيري مهم جدا. ما تنزل ما يخفى لكش أنه المنتخب النيجيري من أحسن المنتخبات إفريقيا تاعهم كما احنا نقولوا، وعندهم مدارس وما خدموا وعندهم مدارس وتشوف اليوم النتائج رام هنا رام حاضرين وعلى كل الأصناف. محمد الأصناف باسكو يخدموا سيدي زيكول، عندهم سيدي زيكول عندهم قاعدة كاع الناس تعلمت دير دي زيكول كاع الناس كاع في افريقيا، تروح الكاميرون عندهم مدارس، تروح النيجيريا عندهم مدارس، تروح الانغولا عندهم مدارس، تروح المالي عندهم ولي زيكول هادو ماشي لازم يكونوا من عند من الماليين او يكونوا كذا، عندهم دي 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 دي, دي سوسيتي اترونجير حاكمين دي سورت دو فورماسيون. محمد هاي تاع عندك مدارس هنا في الرياض يقول لك عندك مدارس اخرى، حتى المدرسه اللي جات لكم في القبه محمد؟ لا هذوك ما مش مدارس، هذوك مدارس تجاريه حكيم، هذيك داروها التجاره ما داروش باش كيف انا قال لك ما يهمش المهم تجيب حتى من الخارج. لا اي باسكو هما دوك من ناحيه لا حكيم دوك لازم نفهمك باش دوك في الحقيقه احنا كيقول مدارس افريقيا ناس ماشي كيما الجزائري فو با كومباري كيما الجزائر. صوت صريف كايتا قول لي حاجه كبيره. ايه كاين بزاف لاعبين قد ما اللاعبين افريقيا لم يلعبوا في اوروبا هما منهم دايرين مدارس اليوم. هما حتى دايرين مدارس، ولكن في نيجيريا تشوف لي ريزولتا اللي لا باسكو عندهم مدارس كبار وخارجين اللاعبين من المدارس تاعهم. سيدي جوال لوكو توافق الراي نسيم؟ توافق الراي، لان كل يعني اصناف الصغرى هذه تاع سواء نيجيريا او البلدان الافريقيه كلهم عندهم مدارس، يعني التتويجات هذه والالقاب لهم يجوا يعني بالخدمه بالعمل، عامل برنامج تاع عامل يقوموا به فيدرالية النيجيرية أو المالية أو تقوم ببرنامج عامل يعني الناشئين حتى يوصل للفريق الأمل. نهار اللي يوصل فريق الأمل اللاعب يكون واجد في الفريق ألف يكون واجد، يعني قام بعدة مراحل الحق لها باش يكون واجد يعني في الفريق ألف. المدرسة نعطيك غير اكزومبل، مدرسة بارادو واش دارت بن سبعين، دارت هذا اللي خرج اليوم كاين لاعبين المدرسه فيها يا لو كان يخرج لك لاعب واحد يعني راك في الفايده. لو يخرج راك في الفايده في لو في المدارس عندك 10 مدارس شوف شحال تخرج منها عندك مينيموم. تكلمت على المدارس اللي موجوده هنا اللي تكلمت عليها انت، نقول لك لما تشوف حكيم الاشهار ديالهم تقرا الاشهار يا 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 بنت يا ولد لو تحب تحقق الامل ديالك اروح لهذه الاكاديميه. واش دخل البنت في الاكاديميه باش تلعب الكره القدم كانه كان كره عالميه للبنات الجزائر. تكلمت على مدرسه صاليف كايطا، انا شفت مدرسه صاليف كايطا يعني حاجه كبيره حكيم. واش هو الدوله عطاته الامكانيات الاراضي مثلا؟ نعم وشفت يلا ينام عليك فيه فنادق فيه ملاعب فيه امكانيات فيه وين تقري الاطفال الصغار يعني مدارس يعني الدوله عطات له امكانيات عاوناته وبنات له قول لك تقريبا واحد 10 ولا 15 هكتار موجوده على اللاك هذاك، يعني حاجه في مستوى عالي. اما في الجزائر هي للاسف ما كاش. لماذا تحمل الا الدوله فقط محمد؟ علاش نقولوا الا الدوله هي اللي لازم تبني والدوله هي ماشي تبني هي اللي كاش ما تبنيش الاستثمار من نجيب لك انا 15 قطار حكيم سعودي لك صح معليش حكيم حبيت لا محمد من انا نجيب 15 قطار ولا عندي الامل محمد شكون اللي يعطيك الصحه انك راح نقول هذه الكلمه؟ شكون اللي حياتك تراب في 15 هكتار ولا 20 هكتار باش تنجم تبني؟ شكون يعطيهولك؟ تعطيهولك الدولة. اي نعم، ولكن حتى الناس ما عندهمش رغبة. خليني نقول لك مثلا انا نعرف مدربين سابقين حتى مدرب وطني للمنتخب الوطني سابقا ما نقولكش الاسم في جبال الشريعة مثلا في البوليدة راه عنده دوكا بتشجيع وعنده استثمار مثلا، ولكن استثمار للسياحة ولا استثمار لكرة القدم رغم انه خدمته كرة القدم.
كي دوك هذه انت تعرف رغم انه مازال ما دفعش على كل حال كل شيء. اعطيك اكزوم برك بدون ما نجيب الاسم. انا الدوله غايبه مثلا الدوله غايبه غايبه هذا الانسان سامحني هذا الانسان طلب مشروع سياحي ولكن انت تقول لي الا الدوله الان هو ما عندوش الرغبه شخص هذا ولا غيره ما عندهمش حتى الرغبه باش يستثمر في كره القدم. المشكله وين راه الان الاستثمار في كره القدم يعني الربح تاعو يجي من يعني بعد من بعد من بعد بعد 10 سنين 5 سنين نستعمل ولكن احنا نستثمروا في الحاجه الربح السريع. احنا عندنا رجال اعمال كبار هنا صح. في الجزائر يقدروا يعملوا مدارس كثيره يقدر هو يشري اراضي ما يروحش قال الدوله الدوله ما تروحش ليها الدوله تدعم هذوك الفرق الصغار وتدعم بلديات صغار. هذو رجال الاعمال يقدروا يشروا اراضي كبار ويستثمروا هنا في الجزائر يديروا مدارس فنادق. علاش احنا في تربصات نروحوا للبلدان المجاوره على نروح لتونس انا باش ندير تربص نسيم وهنا في الجزائر نقول لك حاجه نسيم هنا في بوزكزا حكيم صاحبنا شايب عندهم اراضي يعني من الجد للاب عندهم اراضي كبيره وين حبينا نستثمروا فيها ولكن صبنا الناس تماك حكيم يكسروا في الجبال يبيعوا الحجر وماشي ارض ديالهم كيفاش دخلوا لتماك. خليوا الناس نستثمروا فيهم ونديروا مراكز تدريب يا سيدي في بوزكزا على مستوى عالي وين كاين كل شيء كل شيء موجود. حبيت نسقسيك محمد بكري كانوا لي تيرافاك يعيطوا لهم هكذا كانوا لي تيرافاك كانوا اللاعبين يخرجوا من لي تيرافاك شغل يخرج انوار صدر يلعب وحده حتى يقول لك هو بان لاعب اليوم وراهم لي تيرافاك وراهم وين راهي كاش بلاصه فيها باش تسمع. انا نقول كاينه حاجه لازم الانسان يعرفها باللي انه الدوله تاعنا لازم عليها ان تدير دي سونتر دو فورماسيون سواء الفيدراليه هي 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 من الدوله او لا ليغ هي من الدوله. انا نقول ولي كلوب لي كلوب كي تولي بريفي تاع صح ولي كلوب تاع يتسمى تاع بريزيدون فلان هو يسكلف بسونتر دو فورماسيون. محمد وضيوفي الكرام محمد قاس سعيد ومحمد خزروني ونسيم اسرين سأعود اليكم بعد الفاصل. مشاهدي الافاضل لا تذهبوا بعيدا سنعود اليكم بعد الفاصل. الافاضل اهلا بكم الى الجزء الاخير من الاستوديو التحليلي لمباراه الجزائر ونيجيريا. طبعا بعد الاخفاق في التتويج بكاس امم افريقيا لعدد المنتخب نيجيريا الاقل من 23 عاما الجزائر إذن كانت قد حققت الهدف وتاهلت الى اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد الوصول الى المباراه النهائيه. طبعا يكفيهم فخرا طبعا الوصول الى هذا الانجاز 36 عام من الغياب اخر وصول الى هذه الدوره موسكو 1980 صح محمد يظهر لي حكيم وقيل نمشيو ريو دي جانيرو باش نغطيو للمره الحدث الاولمبي في ريو دي جانيرو. لا حكيم هذه خلوا حتى الاداره عند الاستاذ انيس لا نتكلموا على حبينا والله حبينا يعني نكون صراحه ان المنتخب تاعنا يفوز بهذه الكاس الافريقيه هذه ولكن يعني الضغوطات ربما اللي ما خلتهمش يفوزوا بهذه الكاس. نقول اول تجربه ان شاء الله يعني راح نكرروا ماشي نحبسوا يعني نتاهلوا اليوم في 2016 ونسيم وزيدوا 36 سنه اخرى. قدتني لسؤال اخر هل بعد هذا التالق والوصول للمباراه النهائيه والوصول الى اولمبياد لندن بعد 36 عاما قادرين ربما من هذو اللاعبين يكونوا في المنتخب الاول مثل الحديث اللي يقول لك الان لا خليهم كلهم يروحوا للمنتخب الاول. اسمح لي حكيم ندوز لك غير في الانجاز اللي داروه يعطيهم الصحه وتبارك الله فيهم باسكو انجاز كبير فيه 36 سنه يقولها غير الفم. اليوم هذو الشباب تاعنا اليوم دار ان باركور في هذه الخطره دار انا بور موا باركور يعطيهم الصحه انجاز كبير. وفيما يخص السؤال تاعك حكيم هذا المنتخب هو منتخب شاب مازال عنده خدمه كبيره مازال باش يكون فريق الوطني كما قال لك ليكيب ناسيونال ا ما سهله ا فيه لاعبين عندهم اسماء كبيره وفرضوا شخصيتهم هادو عليهم مازال عندهم الوقت سي دي جون لازم ثاني يمدوا الكثير باش يكونوا فريق وطني. استثناء انا نجم نقول استثناء في حتى لاعبين ينجموا يكونوا فريق الوطني انا ليا شخصيا ينجموا يكونوا ولكن يكونوا تدريجيا ما يكونوش
يعني قصدك يكونوا في القائمة، يكونوا في القائمة، ينجموا يكونوا في القائمة كما بن خماسة حتى أوشيتا، ينجموا يكونوا باسكو دو جون اون بيزوان دو في سيرتو في ميليو تيرا. هذا رأيي الشخصية. نسيم أسرير، ماذا بعد البطولة الإفريقية هذه؟ ما المطلوب من الأندية مثلا، من الاتحادية، من حتى الجمهور، ما المطلوب؟ اليوم نقدر نقولوا باللي الفريق الأولمبي هذا يعني أعطانا أمل اللعب المحلي، لأن كانت ضغوطات كبيرة على اللعب المحلي، لأنه ما عندوش مستوى تاع فريق وطني. نقدر نقول اليوم الحمد لله الدورة هذه خلت اللاعبين هذو يبرهنوا أن اللعب المحلي يحتاج إلى إمكانيات، يحتاج إلى تدريبات نوعية وحجم، يكون حجم مرتفع، لأن اليوم ربما ساعة واحدة ما تكفيش اللاعب باش يدرب فيها، لازم تكون ساعتين ويكونوا إمكانية يعني متوفرة للمدرب باش يقدر يوصل اللاعبين إلى مستوى عالي. ظن اليوم احنا اكتشفنا فريق، الفريق هذا لازم تكون عنده رعاية من الفرق تاعهم، يعني اللاعبين هادو لازم يزيدوا يعملوا باش تكون عندهم طموحات كبيرة وكثيرة، يعني يكون عندهم هدف، الهدف تاعهم الآن هو يعني باش يوصلوا للمنتخب الوطني ألف، لازم يعملوا في الأندية تاعهم ويزيدوا يطوروا المستوى والإمكانيات اللي عندهم، يعني يزيدوا يطوروها مع المدربين تاعهم. وإن شاء الله نتمنوا أن يكون لاعبين ولا ثلاثة في الفريق الوطني مثل ما قال أخي محمد، يعني تدريجيا يعني يكون في القائمة الموسعة تاع محمد قاسم سعيد. واش راك تكتب محمد؟ يعني نكتب، يعني حد خاطرني قريت السؤال ديالك. قريت سؤالي، انا ارغب في نفس السؤال تقريبا. ما المطلوب من الانديه محمد في ظل كل هذا التالق للمنتخب الوطني؟ وصلنا للنهائي 36 سنه، يكفينا فخرا انجاز هذا للمنتخب، صحيح اننا لم نتوج باللقب ولكن الان هذا انجاز للجزائر، انجاز للمنتخب. وش لازم الانديه؟ وش لازم رئيس الاتحاديه؟ وش لازم الاتحاديه ككل؟ وش لازم من رؤساء الانديه؟ وش لازم الجمهور؟ احنا اعلام، وش لازم الجميع هذا حتى نحافظوا على هذه النواة؟ شوف، هذا يطلب كلام كثير حكيم. الأندية ما نستناو منهم والو، نقولها لك من اليوم ما استنى حاجة حتى حاجة من الأندية، لأن الأندية يعني الرؤساء تاعهم عندهم عيون إلى الأكاد. حبيت تقول لي محمد هو أنه الكلام نفسه تاع محمد راهو اللي قال لك الأندية لا تكون، لذلك احنا لازم نكون وحدنا. أنا ما تكلمش بالاسم بفم راوراوا، نتكلم بفمي أنا. راو راو تكلم، انا نتكلم. هذا المنتخب هذا اللي شفته اليوم تحت 23 سنه، انا شفته لما كانوا هذ اللاعبين تحت 17 تحت 19. يعني الكره هي مراحل، اليوم راك تحت 23 سنه، غدوه عندك لاشان محمد لا كوب دافريك تاع المحليين، لي ما فيهاش تحت 23 سنه ولا اقل، فيها يعني لاعبين محترفين. نعم. قادرين يلعبوا، واليوم هذ اللاعبين. نعم. يقدروا يتحكوا مع المستوى العالي. لما تكلم على الأكاديمية خرج كلام كثير حتى. نعم. في البلاطو قال لك كيفاش تدير اللاعبين الأكاديمية. نعم. ندير لك اللاعبين الأكاديمية حكيم. أحسن لاعبين اللي في عمرهم 14-15 سنة يتنقلوا الأكاديمية، لأنهم كاين عناية كبيرة ويحكموهم كما لازم الحال، بعدين لما تكون مقابلة يرجعوا الأندية تاعهم. ما بعد هذا ستكون هناك، يكون هناك الأولمبياد إن شاء الله في ريو دي جانيرو، يتوقع أنه ربما يكون أسماء جديدة محمد خزروني للمنتخب لتدعيم هذا المنتخب الأولمبي، ما رأيك؟ إيه لازم يكون فيه حتى لا تكون مشاركة من أجل مشاركة ربما. إيه إن شاء الله، ماشي تكاليفينا باش كما قلت يروحوا باش نشاركوا نعودوا نقولوا رابيدمون، إن شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار باسكو راح تشارك في 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 ريو بمنتخبات كبار، ما يخفالكش منتخبات لبس بهم. المحافظة على المدرب ترى مناسبا؟ انا بورما انا قنعني شورمان، انا قنعني، واليوم ما زلت عرفته حتى في الشوط الثاني، عرفته باللي انه عنده اللمسه تاعو، عنده اللمسه تاعو، يعني استمرار مليح، استمرار مليح، لان المدرب يعرف كل اللاعبين وراح يكمل العمل اللي قام به، يكون فيه تدعيم بعض اللاعبين، ما فيش مشكلة. محمد قاسم سعيد، من هذا الجيل ننتظر أشياء ربما مستقبلا حتى تكون مشاركة مميزة على الأقل في ريو دي جانيرو.
الجيت طبعا بعد موسكو شهر جويلية 1980 موسكو، مش عارف أكثر من أسماء كان فيها مراد عمارة، شعب المسقن، صالح لارباس، بوزيد محيوز، محمود قندوز، خديس ربي يرحمه، هذه الأسماء اللي شاركت. هو ده المنتخب اللي كان تكون يعني تقريبا المنتخب الأول، المنتخب الأول يعني ما كانتش محدودين صحيح في 23 سنة في العمر. لما تكلمت نقول هل نعودوا نجلبوا لاعبين اخرين؟ اليوم عندنا الحظ باش نقدروا نقدموا ثلاث لاعبين فوق 23 سنه، يعني لاعبين محترفين في اوروبا طبعا، ثلاثه قادرين حتى تضيف حتى بن طالب معاهم، لانه بن طالب اقل من 23 سنه ويضاف اليهم ثلاث لاعبين. ما يهمش بعد السن حكيم، ما يهمش 23 لما بس سبعيني ايضا، شكرا ايوب بس سبعيني، ولكن تقدر تجي حتى لاعبين تاع 26 سنه، يعني لاعبين محترفين اللي عندهم المكانه ديالهم. قانونيا 18 لاعب فقط، اربع لاعبين، اثنين لاعبين وربعة احتياطيين. عندك 18 لاعب، 16 لاعب يعني في الميدان، واثنين حراس، وعندك ربعة احتياطيين، ولا قدر يكون إصابات ولا تقدر تغيرهم، لأن القوانين تاع اللجنة الأولمبية مختلفة تماما عن الفيفا، ماهوش 23 لاعب. طبعا إذا كان هذا نيجيريا للمرة السابعة ذهبت إلى أولمبياد، اللي فازت قبل مع منتخب الناشئين بكأس العالم. اليوم أيضا فيه جنوب إفريقيا خطفت مقعد إفريقيا الثالث بعد الجزائر ونيجيريا. جنوب إفريقيا اللي فزنا عليها بهدفين دون رد في المربع الذهبي، خطفت البطاقة الأخيرة للقارة السمراء في أولمبياد ريو دي جانيرو بعد الفوز ركلات ترجيح 3-1 في المباراة، انتهت بالتعادل السلبي. محمد خزروني، إذا بعد هذا الأمر حيكون فيه ربما أمل كبير بالنسبة للاعب المحلي صح؟ ان شاء الله ان شاء الله. هذه باش مام اللاعب المحلي يدير في راسه باللي ينجم يكون لاعب باش يخدم باش يروح للآ قال اللاعبين الجزائريين ان شاء الله تكون في امكانيات. نقول لك علاه، باسكو اللاعب اللي كان تعطيه دون مير كونديسيون ويعرفوا ريكيبيري ويعرفوا يعملوا كذا، ان شاء الله اي انسان في 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 في, في البطوله الجزائريه تكون عنده مكانه. توافق الراي ناسي مسلم؟ توافق الراي، لان اللاعب المحلي الان يسحق توظيف يعني كما نقولوا جيد في الفرق تاعو، لان عنده احنا اللاعب المحلي يمتاز بامكانيات مهارات، يعني يخص غير المدرب يوظف له هذوك المهارات تاعو في الطريق الصحيح ويخليه يعني يوفر له امكانيات ومن بين ربما المدربين نسيم أسير سيكون مستقبلا، راح الناس ينتظروا باش تستفادهم طبعا مع اولمبي المدية مستقبلا ان شاء الله. الناس حراس سابقين، لاعبين سابقين كما خزوني، محمد قساعد، انت عايش انا محلل لكن خبراتك تستفاد. لا انا محلل حكيم، محلل فقط. لا حبيت نولي بك الاكاديميه حكيم، انت راح عليك قبل ما تولي الاكاديميه. انا برك نكملوا غير هذيك، انت بين الناس اللي كنت في الاكاديميه محمد. لاعب الجزائري، لاعب الجزائري المحلي لازم له لا ريكوبيراسيون، لازم له لا ريكوبير ابري لونترينمون ابري. محمد خويا اسمح لي كلامك، ولا فريق عنده امكانيات الاسترجاع. خليني نكملكم انا محمد، ما تروحش في اختصار حكيم. اليوم احنا ارباب عائله وعندنا اولاد راهم بينشطوا في كره القدم. اليوم انا عندي في الاتحاديه اكاديمي، يقول لك محمد تعطيني ولدك الاكاديمي ولا تخليه في نادي ما الاكاديمي. ولا بوش الرئيس الانديه الرؤساء ما لازمش يكونوا انانيين، ما عندهمش ثقه طبعا الاغلبيه. شكرا جزيلا محمد قسايتك الصحه. شكرا جزيلا اليوم محمد خزروني، يعطيك الصحه، ما تغيبش بزاف علينا محمد. الله يسلمك. شكرا جزيلا نسيم وسرير، شرفنا بحضورك. الله يسلمك، دائما الباب مفتوح. شكرا الاخت سونيا يسارا يا باشا. شكرا جزيلا، وايضا شكرا لكل الزملاء. ايوب بارك الله فيك، ومخرجنا اليوم كالعاده اليوم سهرناه وايضا جبناه من الصباح مصطفى ابو علام. الله شكرا جزيلا لك، نلتقي غدا ان شاء الله استاذ النهار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله.